عدة نقاط تشير الى دلاله هذا الاستهداف النقطه الاولى هو ان هذه القاعده الاستراتيجيه ذات الاهميه الكبرى بالنسبه لسلاح الجو الاسرائيلي علي صعيد التحكم والنشاط ومراقبه النشاط دخلت علي ما يبدو ضمن بنك اهداف روتيني يتعلق بالرد علي عمليات اغتيال يعني نحن نتكلم عن بيان حزب الله الذي قال ان هذه العمليه هي ردا على عمليات الاغتيال التي طالت التي حصلت في لبنان وسوريا وردا على الاعتداءات على المدنيين، طبعا هناك نقطه اساسيه بهذا بموضوع الاغتيالات ان المقاومه عندما قامت بالرد على اغتيال الشيخ صالح ردت على قاعده ميرون لان العدو قام واقدم على اغتيال داخل الاراضي اللبنانيه في ضاحيه بيروت الجنوبيه ولكن هذه المره ارفقها بان هناك رد على الاغتيالات بسوريا. الامر اللافت موضوع اغتيال سوريا انه ليس هناك لبنانيين، كان هناك ضباط برتب عاليه من حرس الثوره الايراني، وكان هناك عدد من الـ من الـ من السوريين الذين يعملون داخل هذا المبنى المستهدف، بالتالي حتى هذه النقطه نقطه اساسيه لابد من الالتفات اليها ان القاعده هذه اصبحت ضمن الرد حتى على ما يحصل في سوريا وان لم يكن هناك لبناني، لان عمليات الرد على الاغتيالات التي كانت تحصل على الاراضي السوريه التي قامت بها المقاومه في لبنان خلال السنوات الماضية كانت بخصوص اغتيالات تتعلق بمقاومين لبنانيين. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة طبيعة هذا الاستهداف الذي كان بشكل صاروخي. المقاومة حتى الساعة لم تعطي تفاصيل مشهدية حول ما حصل. ولكن لافت أن العدو الإسرائيلي لم يتمكن من نفي الضربة. لعله تعلم من من الجولة الأولى. هذا عندما قام الاستهداف نعم. الأول في ميرون. وقال أن هناك أضرار لحقت بالبنية التحتية لقاعدة ميرون وننتظر أيضا ماذا سيكون هناك رد فعل من قبل المقاومة في لبنان حول هذه النقطة إذا بالدلالات هذه قاعدة دخلت ضمن بنك أهداف الردود على الاختيالات نعم. بسبب الاختيالات التي حصلت في لبنان وسوريا وحصلت بسلاح صاروخي بشكل مباشر ما أدى إلى إيقاع أضرار بها